كتبت عنه أعظم اختياراتي وأفضل شخص في حياتي وسندها في الحياة، والنهاردة خلص عليها وهم بيتخانقوا. روان كتبت لجوزها أنت أعظم إنسان في حياتي، أنت أحلى وقت في كل وقت، والنهاردة ماتت على إيد جوزها. تفاصيل صعبة ومؤثرة في قصة روان المحلة اللي راحت بسبب مشادة مع جوزها. الحياة مش عادلة، واللي حصل لروان عروسة المحلة وجوزها كان غريب للكل. مصدر مقرب من العائلة بيكشف تفاصيل القصة اللي كانت مفاجأة للكل. محدش مصدق ازاي ده حصل وامتى حصل، وازاي ده تم بين احمد وروان اللي كان بيتحلف بقصة حبهم. الناس كلها بتقول ان الاتنين اتسمع صوتهم الصبح، واحمد رايح الشغل بتاعه في محل الملابس، هو عنده محل ملابس كبير هنا في المحلة، وروان تعتبر اكبر داعم ليه واكتر حد بيقدم له دعم نفسي تقريبا. والحكاية كانت خناقة عادية جدا بتحصل بين اي اتنين زوجين في الدنيا كلها، وما نعرفش ازاي وصل الحال للموت وازاي الخناقة وصلت للمرحلة دي وتكون نهاية حياة روان على ايد جوزها وحبيبها اللي قالت له انت اعظم انتصاراتي. روان واحمد كانوا عروسين بيحبوا بعض قوي، والغريب انهم كانوا واخدين بعض عن حب، ازاي حصل كده؟ ربنا يرحمها يا رب، وان شاء الله ربنا يظهر الحق، لانه كلنا مش مصدقين ان ممكن يكون جوزها قاصد. وكانت روان عروسة المحلة كتبت رسالة مؤثرة لجوزها في عيد ميلاده قائلة يا قلبي كبرت وبقيت 22 سنة ازاي، وربي ما عرف ازاي كل ده عدى كده بسرعة دي، كل السنين وانت معايا، كل السنين وانت نور حياتي، كل السنين وانت السند والظهر ليا، كل السنين وانت زي ما انت وقلبك مفيش في حنيته وطيبة قلبك، كل السنين وانت احلى كابتن، كل السنين وانت حبيبي وصاحبي واخويا وابويا وابني وحتة من روحي، كل السنين وانت كل مالية، كل السنين وضحكتك منورة وشك ومنورة حياتي يا حياتي، كل السنين وانت محقق اللي بتتمناه اللي هو يعني احن، كل السنين وانت اقرب لربك اكتر واكتر، كل السنين وانت مع اهلك وصحابك وكل اللي بتحبهم، كل السنين واحنا على قلب بعض يا احلى حاجة حصلت لي في حياتي. وكمان كانت قالت من حوالي 4 شهور يوم عيد ميلاد ابنهم الوحيد انتهت رحلة وهنة على وهنة وازدادت عائلتي قطعة من السكر. الحمد لله الذي رزقني روحا من روحي ونبضا ثانيا لقلبي واكرمني باجمل العطايا. الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة، لقد رزقني الله بمولود اسميته طاب اسمك وطابت ريحتك وطاب خلقك وطابت لك الدنيا وما فيها. اللهم جمله بالدين وجمل الدين به، اللهم اجعله من احب الناس اليك في الدنيا والاخره. اسال الله ان يجعل له في قلوب عباده ودا ومن اسمه قسما، وان يشغله باخرتي ويكفيه دنيا.